عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا متنساش نعمل لايك، نشترك في القناة، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهاردة بيتكلم عن لما جزائري ومصري يتلاقوا، وهو اصلا مش فاهم معنى الكلام اللي بيقوله. بجد فيديو يعني هتفطس على نفسك من الضحك فيه، بما ان اللهجة الجزائرية مش واضحة بالنسبة للمصريين، فهو مفهموش اصلا، وقال له انت بتقول ايه وعايز ايه وانا والدي توفى امتى. راني مرتاح بيان، شو ولا ديرو لي غير غني ديري عيتونا بادو الغنى تاع الامارات دوختوني كاع، ديروا لنا اغنيه جزائريه يرحم بابك، ديروا لنا اغنيه جزائريه يرحم بابك. هو انا بابي توفى ولا ايه؟ بابي يرحم باب ايه؟ باب ايه؟ يرحم والديك، يرحم امك، انما يرحم بابك. انا عارف باب اتكسر ولا دي اللي تاع دي جي سنيك؟ ايه دي اللي ده علي؟ دي سنيك. انا عايز اعرف اللهجه دي اللي بيكلمني. دي جي سنيك، دي جي سنيك هذا شونتور يا مش بيك. دي جي سناك. اه هو مش سناك ده، هو شيبسي من بعد السوبر ماركت، مش ده صح؟ ممكن يا محمد انت جعان، دير في اليوتيوب تلقى. اسمها دي جي سناك. اه من الاثنين. ايوه دي، ايوه لا دلعه. الله يحزك، أغنية جميلة بصراحة. ربنا يديه بالمحبة يا رب بين كل الشعوب العربية يا رب العالمين، ومصر والجزائر وكله يا رب العالمين، وينصر أهل فلسطين. اللهم آمين. أشوفكم على خير في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.